تعمل في قرية تبعد 200 كيلو عن مكان سكن، وأرجع يوم الخميس وجمعة إلى نفس مدينتي. في يوم الأربعاء أصلي بعد الحصة الخامسة، أصلي الظهر، فكنا نقصر لأن العصر نقصر صلاة العصر نجمعها مع الظهر لأن العصر يأذن علينا في الطريق. هل عملنا هذا صحيح؟ أنتم الآن مسافرون لا شك، ما دامت القرية تبعد عن مدينتكم 200 كيلو وأنكم تبقون من السبت إلى الأربعاء فأنتم مسافرون من حين أن تخرجوا من بلادكم إلى أن ترجعوا إليها. لكم القصر ولكم الإتمام ولكم الجمع ولكم الإفراد، لكن إذا كنتم في البلد يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة. نعم صلي. إنما إن فاتت الإنسان الجماعة فله أن يقصر. نعم.